قبيل انطلاق القمة الثلاثية في كريت، الرئيس السيسي يعقد لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. شيخ الأزهر يؤكد في كلمته أمام مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان أن الإرهاب ليس صنيعة للإسلام أو الأديان، لكنه صنيعة سياسات عالمية جائرة. مقتل 13 داعشياً وسبعة من قوات سوريا الديمقراطية خلال معارك بدير الزور. الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش. موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم، والبداية بعد الفاصل. أهلا بكم. قبيل انطلاق القمة الثلاثية في جزيرة كريت اليونانية، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب. وأشاد الرئيس السيسي بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين وتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، معربا عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني اعتزازه بزيارة الرئيس وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر واليونان، مرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا بنظيره القبرصي نيكوس إنستسيادس قبيل انطلاق فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان قمة ثلاثية في وقت لاحق اليوم بمشاركة وفود الدول الثلاث بجزيرة كريت. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وتركز المباحثات الموسعة على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في كافة المجالات. ومن المتوقع أن يصدر إعلان كريت في ختام اجتماعات القمة الثلاثية.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من جزيرة كريت اليونانية موفد النيل إلى هناك علاء رشوان. على أهم اللقاءات التي أجراها الرئيس حتى الآن، سواء كان اجتماع الرئيس بنظيره القبرصي والاجتماع الآخر مع رئيس وزراء اليونان. نعم، قبيل انطلاق فعاليات القمة السادسة في كريت هنا من في إطار انعقاد آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بعقد لقاءين. الأول كان مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيباراس، هذا اللقاء الذي امتد لبحث مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب واستغلال الموارد الطبيعية والسياحية المتوفرة لدى البلدين لدعم هذا التعاون، بالإضافة إلى أن هذا اللقاء تطرق إلى بحث بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على أجندة عمل الرئيس السيسي في كل لقاءاته، وهي ظاهرة الإرهاب وجهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل علاء رشوان موفد. نعم، عودة من جديد للزميل علاء رشوان. التفاصيل أكثر علاء. كنت أتحدث عن اللقاء الذي يجري الآن مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يجمعه بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، والذي يأتي ضمن سلسلة طويلة من اللقاءات التي جمعت الرئيسين. من المنتظر أن يبحث اللقاء دفع عملية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة لدى البلدين، خاصة في المجال البحري ومجال السياحة، بالإضافة إلى بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ربما لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن نستضيف السيد الوزير المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. بنرحب بسيادتك. اهلا وسهلا معالي الوزير. ملف الطاقة ملف حيوي وهام بالنسبة للدول الثلاث، كيف يمكن ان يكون هو قاطرة التعاون ودفع هذا التعاون بين الدول الثلاث، خاصة في ظل تأكيد من الزعماء الثلاثة بان استغلال امثل للموارد المتاحة سوف يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وايضا سوف يحمل المزيد من الخير والتقدم لكل شعوب المنطقة؟ ده صحيح طبعا. كما هو معلوم، ملف الطاقة بصفة عامة والطاقة هي يعني الركيزة الأساسية، وهي بتبقى القاطرة اللي بتدفع الاقتصاد في كل الدول. فاحنا هم نتكلم على الطاقة، واحنا هنا نبدأ نقول انه من اهم الحاجات اللي في الاونة الاخيرة هي اكتشافات الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط. ولما نقول شرق البحر المتوسط الحقيقة هنا يشمل الثلاث دول، يعني اليونان وقبرص ومصر، احنا بنعتبر دول شرق المتوسط. والحقيقه انه احنا في الفتره الاخيره مع الاكتشافات الاخيره لينا وتنميه هذه الاكتشافات عندنا في مصر، ومع الاكتشافات اللي حصلت في قبرص في الفتره الاخيره من الغاز ولم يتم تنميتها بعد، اليونان ابتدت تشتغل في عمليات بحث للغاز في المناطق الخاصه بها، الاقتصاديه البحريه الخاصه بها. وبالتالي احنا هنا بنتكلم على ازاي ان احنا نقدر ننمي هذه الاكتشافات، ازاي نقدر نتعامل ونتعاون في هذا الغاز اللي هو مصدر طاقة. واحنا كنا بنتكلم بصفة عامة على ان احنا البنية التحتية موجودة في بلد زي مصر من محطات اسالة ومحطات اسالة غاز وكذلك محطات استقبال غاز، وعندنا شبكة للقومية للغازات. لكن في نفس الوقت احنا طبعا يمكن حضراتكم عرفتوا مؤخرا ان احنا وقعنا اتفاق حكومي مع قبرص لكي يتم الاتفاق على انشاء خط بحري يربط ما بين الاكتشاف الخاص بحقل افروديتي في قبرص ومصر، علشان خاطر يتم إسالة هذا الغاز حينما يتم تنميته ان شاء الله. وبالتالي احنا بنتكلم على انه الغاز اللي يتم انتاجه ويتم تصديره بالخطوط من مكان انتاجها في قبرص يجي لمصر، يتم اسالته واعاده تصديره لاوروبا. هنا ممكن في بلد زي اليونان في الوقت الحالي بتستورد كل احتياجاتها من الغاز بالخطوط، وفي نفس الوقت ابتدت تبني محطات لاستقبال الغاز واعاده تغييزه مره اخرى، وبالتالي ممكن الغاز الذي يتم تصديره من مصر في محطات الاساله حينما ياتي من قبرص يتم استقبال كدول ثلاثة، وده اللي احنا بنشتغل عليه كلنا، ان احنا مع
نعظم الاستفادة من هذه الطاقة أو هذا الغاز، بحيث إن احنا يكون في تعاون، يبقى المركز التجاري والمركز القيمي اللي بنتكلم عليه كمنطقة في شرق المتوسط، مصر يبقى لها دور في العمليات الاستقبال والتداول وإعادة التغييز والتصدير، ودولة زي قبرص ممكن تبعت الغاز بتاعها، ودولة زي اليونان تقدر تبقى بتستقبل هذا الغاز. في نفس الوقت احنا طبعا هذا الغاز زي ما بنقول انه يجب ان احنا بنتكلم على صناعات بقى قيمة المضافة، وازاي هنستخدمه، وازاي هنعظم الشغل منه، ولا سيما انه هذه الدول كلها ايضا بتشتغل على الطاقة الجديدة والمتجددة زي الطاقة الشمسية وغيره. واذا كنا بنتكلم على طاقات جديدة ومتجددة لا يمكن تشتغل لوحدها بمعزل عن الطاقات التقليدية، وبالتالي لازم يبقى الغاز بصفة خاصة اللي بيولد محطات الكهرباء علشان تبقى معاه ساعات اللي بيبقى فيه ساعات سطوع وبتقدر تولد محطات الشمسية كهرباء، في الأوقات الأخرى لما فيش فيها سطوع يبقى محطات الغازية تشتغل وهكذا. وبالتالي يبقى التعاون تام بين الثلاث دول في هذا المجال، واحنا الحمد لله بنتقدم ونتطور، بنحاول ان احنا نزيد من هذا التعاون في هذا المجال ان شاء الله. معالي الوزير طارق المولى، شكرا جزيلا على هذا اللقاء يا فندم. شكرا. كما تابعنا كان هذا جانب من اجنده العمل المطروحه على عمل وطاوله البحث خلال هذه الجوله السادسه من جولات انعقاد القمه الثلاثيه التي تجمع كل من قبرص واليونان. ملف الطاقة ملف حاضر وبقوة، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة في الدول الثلاث سوف يكون مطروح على طاولة المنتظر كريت. سوف أشكرك الزميل علاء رشوان موفد النيل. نعم نعم، وما زلنا مع الزميل علاء رشوان على المزيد من التفاصيل مع باقي الوزراء والوفد المصري المشارك للرئيس في القمة الثلاثية السادسة. نعم، يصاحب السيد الرئيس في هذه الفعالية انطلاق الجولة السادسة من جولات انعقاد القمة الثلاثية كل من وزير الخارجية، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزيرة الهجرة، وأيضا وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى وزير البترول والثروة المعدنية. نعم، إلى كريت متابعا للجولة السادسة من المحادثات المصرية اليونانية القبرصية. شكرا جزيلا لك علي. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين ضرورة العودة إلى الدين ومرجعيته كحارس للأخلاق وضوابطها ومن أجل حل أزمة عالمنا المعاصر. وأشار الإمام الأكبر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر زعماء الأديان بالعاصمة الكازاخية أستانا إلى أن الإرهاب تم إلصاقه بالإسلام وحده من بين سائر الأديان، مشددا على أن الإرهاب ليس صنيعة للإسلام أو الأديان، لكنه صنيعة سياسات عالمية جائرة ظالمة. وأكد شيخ الأزهر أن الإرهاب الذي مارس جرائمه البشعة تحت لافتة الإسلام استهدف المسلمين رجالا ونساء وأطفال، ولم يستهدف غيرهم إلا استثناء من قاعدته التي روع بها المنطقة العربية. كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين قد التقى رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نازربايف في القصر الرئاسي بالعاصمة الكازاخية أستانا. وأوضح الطيب أن الإسلام ضمن لجميع الأديان حق العبادة وممارسة الشعائر، مؤكدا دعم الأزهر لكل مبادرة تقرب بين المسلمين وكل دعوة تجمع بين الناس على اختلاف أديانهم. من جانبه أوضح رئيس كازاخستان أن الأزهر الشريف بحكم مكانته العالمية ورسالته الإنسانية يطلع بدور كبير تجاه قضايا المسلمين وأوطانهم ومكافحة التطرف. انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 4 الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، ويستمر لعدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. كانت عناصر من القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في التدريب قد وصلت إلى مصر على مدار الأيام الماضية، حيث انتهت إجراءات الاستقبال ودمج القوات المصرية والسعودية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين.
يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري. وجهت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد بزيادة أعداد الأطباء المشاركين في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بعدد من نقاط المسح بمحافظة بورسعيد، نظرا لما وجدته من إقبال كثيف من المواطنين على المبادرة. جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة التفقدية لنقاط المسح بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الرعاية ببورسعيد لمتابعة سير عمل المبادرة الرئاسية. مع تواصل الوحدات الصحية المنوطة بعملية المسح الصحي لمبادرة السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية والتي تحمل عنوان 100 مليون صحة، تواصل وزيرة الصحة جولتها التفقدية بتلك الوحدات. زيارتها هذه المرة بمحافظة بورسعيد للوقوف على مدى استجابة المواطنين للمبادرة ومدى توافر المستلزمات والكواشف والتعرف على المعوقات التي قد تواجه المواطنين خلال عملية المسح. طمنت ان الاطقم الطبيه موجوده في اماكن هنزود فيها لان في اقبال شديد من المواطنين في اماكن بعينها. الناس بتشتغل من 9 صباحا لبعد لغايه منتصف الليل واربع اطقم في كل وحده، لكن في اماكن هنضخ فيها اكتر. اقبال كويس جدا، حشد للمواطنين، السيستم كويس وكل حاجه متوفره بزياده والناس متدربه كويس جدا، والعاملين على المنظومه دي او على تقديم الخدمه ديت مش بيعملوها روتين، ده بيعملها وهو متحمس، وده شيء ايجابي جدا جدا. من سنتين او من 3 سنين و4 سنين كان المواطن في مصر عشان يروح يحلل بس بيدفع مبالغ كبيره قوي، وعشان يتعالج ليه قوام انتظار ويدفع مبالغ كبيره قوي. النهارده المبادره اللي سياده الرئيس اطلقها مجانا، الخدمه متميزه، الاداء اللي شفناه الطبي العالي شفناه شكله ايه، المواطن داخل شكله ايه، لا الشارع بيتكلم. كما كشفت الجولة عن مدى تطبيق معايير الجودة العالمية في عملية المسح الصحي بتواجد ممثلي منظمة الصحة العالمية وأعضاء اللجنة العليا للفيروسات الكبدية التي تجوب تلك الوحدات لتحقيق الهدف المنشود. المراقبة ورد الفعل السريع هو ده، يعني نبقى برو أكتف أو نبادر قبل ما نلاقي المشكلة حتى تقع، ده الغرض من تواجدنا. وطبعا كمان في رسالة عايزين نوصلها ان احنا متابعين ومهتمين وايدنا في العمل طول الوقت، زي ما الورشة دي شغالة في مكنة شغالة دلوقتي، المكنة دي بتنزل مع الناس وبتقول لهم احنا معاكم وبنساند اعمال المسح وبنساند ان انتوا تلاقوا المسح سهل ويتم بشكل متيسر، عشان اهم حاجه الناس مش هتنزل الا لو لقت الحاجه سهله وبتحصل، لكن لو لقوا فوضى مش هيشتغل. وكان برضو جزء من زيارتنا النهارده الاطمئنان على هذه الاعداد والاطمئنان على سير المسح الطبي في جميع المراكز، ونتمنى ان شاء الله اللي لسه ما نزلش في التسع محافظات دول يبتدي ينزل، وبنطمنه ان لسه في الوقت كافي عشان لو في مثلا تزاحم في بعض الاماكن او حاجه. اقبال غير عادي تشهده الوحدات الصحيه المنوطه بعمليات المسح في المحافظات التسع، فهو رساله ان الشعب المصري لديه الاصرار والعزيمه بالقضاء على فيروس سي ومواجهه الامراض غير الساريه. من محافظه بورسعيد محمد حلمي، النيل. تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير من عام 2011. قتل 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وسبعة من ميليشيات سوريا الديمقراطية جراء الاشتباكات والمعارك الدائرة بين الطرفين بريف دير الزور الشرقي خلال 24 ساعة الماضية.
تزامنا شنت قوة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حملة قصف عنيفة على مواقع التنظيم بالجيب الأخير الخاضع لسيطرته على الضفاف الشرقية لنهر الفرات. أنهت فصائل المعارضة سحب كافة أسلحتها الثقيلة من المنطقة العازلة في إدلب والمحددة في الاتفاق الروسي التركي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك اليوم. وبهذا الاتفاق تم تجنيب المحافظة السورية من هجوم كانت تلوح به حكومة دمشق قبل أسابيع. ومع ذلك شددت الحكومة السورية على أن الاتفاق إجراء مؤقت وأن قواتها ستستعيد سيطرتها على كامل الأراضي السورية. المنطقة العازلة في محيط محافظة إدلب في شمال سوريا باتت شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة سحب الجزء الأكبر منه عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي. فصائل المعارضة المقربة من أنقرة أنهت سحب كافة أسلحتها الثقيلة من هذه المنطقة، كما حذت حذوها الفصائل المتطرفة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا بشكل غير علني في عملية بدأت قبل 3 أيام. المنطقة المنزوعة السلاح التي يتراوح عرضها بين 15 و20 كيلومترا تشمل أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والمتطرفة في ريف حلب الغربي وريف حماه الشمالي وريف اللاذقية الشمالي. وبموجب الاتفاق الروسي التركي الذي تم التوصل إليه في سبتمبر، تم تجنيب إدلب ومحيطها هجوما واسعا لوحت به الحكومة السورية على مدى أسابيع، وتأوي إدلب ومحيطها نحو 3 ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى، وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم من محافظات أخرى بعد هجمات شنتها القوات الحكومية على معاقلهم. وفي الوقت الذي حصلت فيه تلك الفصائل على تعهدات تركية بعدم انقلاب روسيا أو دمشق أو إيران على الاتفاق، وأن وجود القوات التركية سيحول دون وقوع أي عمل عسكري، أكدت الحكومة السورية على أن الاتفاق مجرد إجراء مؤقت وأن قواتها ستستعيد سيطرتها على كامل الأراضي السورية، ما قد يبدو معه أن ساعة الحسم قادمة وإن تأخرت بعض الشيء. تمكنت قوات الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي من تحرير مواقع ومرتفعات بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، كما سيطرت القوات على مخزن صواريخ حوثية في أحد الكهوف بمحافظة صعدة. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش حررت آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة في منطقة المجوحة بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين لليوم الثاني على التوالي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات وفرار جماعي باتجاه مركز مديرية نهم. بعد معارك متواصلة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر في المعدات والأرواح، تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ نقلت عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم بعد معارك مستمرة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. وعلى جبهة الساحل الغربي قتل 80 حوثيا في غارات جوية مركزة للتحالف العربي على مواقع عسكرية في محافظة الحديدة استهدفت موقعا للحوثيين في مزرعة رويشن شرق باجل، كما استهدفت معسكرا تدريبيا في برع ومعسكر الجبانة والدفاع الساحلي.
وفي تطور آخر، نقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر يمني القول أن قيادين بارزين في ميليشيا الحوثي الانقلابية قتل خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية باقم شمال محافظة صعدة. كانت قوات الجيش اليمني قد شنت في وقت سابق هجوما مباغتا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية خلف جبال العضيدة شمال غرب مركز مديرية باقم، تكبدت خلالها الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعركة السياسية التي دارت حول تعيين القاضي بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا الأمريكية، استخدمها للهجوم على الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية لدعم الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وانتقد ترامب محاولة الديمقراطيين منع تعيين كافانو في المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه في حالة فوزهم بأكثرية مقاعد الكونغرس فإنهم سيسعون إلى إبعاده من منصبه، في إشارة إلى ما نوه إليه بعض النواب الديمقراطيين مؤخرا. جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابي عقده ترامب لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في ولايتي أيوا ونبراسكا في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 6 نوفمبر المقبل. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقديره العميق للتعاون والدعم الممتازين من مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة المستقيلة نيكي هيلي خلال فترة عملهما معا. وأعلن العديد من زملاء السفيرة هيلي صدمتهم من قرار استقالتها المفاجئة، حيث قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إنه يشعر بالأسف لرحيل هيلي، حيث إن هناك علاقات عمل كانت تجمع بينهم على الرغم من كل الخلافات القائمة. كما أكد السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر أن هيلي واحدة من أفضل مسؤولي الإدارة الأمريكية موهبة وذكاء. التقى وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين نظيره الياباني تاكيشي لوايا في سيدني على هامش الاجتماع 8 بين أستراليا واليابان 2+2، والذي يتضمن سلسلة من اللقاءات بين شخصيات بارزة من الطرفين. ومن المقرر أن يناقش باين والوايا خلال الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية، على رأسها بحث تطبيق زيادة الضغط على كوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن مناقشة الدعم الاقتصادي والاستثمار لتقوية البنى التحتية في منطقة الباسيفيك الهندية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المنطقة. أرسلت القوات الفلبينية طائرة حربية محملة بشحنة من المساعدات الإنسانية إلى منكوب الزلزال الذي ضرب إندونيسيا خلال الأيام الماضية. من جانبه قال وزير الدفاع الفلبيني إن المساعدات تتضمن عددا من الخيام ومولدات الكهرباء ووحدات لتنقية المياه استجابة للاستغاثة التي أطلقتها إندونيسيا طلبا لمعونات إنسانية، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية من المساعدات ستصل الأسبوع القادم. كما أعلن أن الحكومة الفلبينية ستقدم دعما ماليا لإندونيسيا. يذكر أن الزلزال الذي ضرب إندونيسيا في 28 سبتمبر الماضي قد خلف ما يزيد عن 2000 قتيل، وأعقبه موجات من المد عاتية تسونامي بالساحل الغربي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، فيما لا يزال هناك الآلاف في عداد المفقودين. بانوراما المتواصلة معكم، ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. مقتل 51 شخصا في حادث انقلاب حافلة غرب كينيا.
قبيل انطلاق القمة الثلاثية في كريت، الرئيس السيسي يعقد لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. شيخ الأزهر يؤكد في كلمته أمام مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان أن الإرهاب ليس صنيعة للإسلام أو الأديان، لكنه صنيعة سياسات عالمية جائرة. مقتل 13 داعشيا وسبعة من قوات سوريا الديمقراطية خلال معارك بدير الزور. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميل محمد سليمان، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضرتكم، أخبار الاقتصاد في بانوراما منتصف اليوم وأبرز ما فيها. مجلس الوزراء ينفي حذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية. أهلا بحضرتكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قيام وزارة التموين بحذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية، وأوضح المركز أن إجراءات تنقية البطاقات التي تجرى من قبل الوزارة تقتصر عمليات الحذف فيها حاليا على المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة وعلى أكثر من بطاقة تموينية. وأكدت الوزارة أنه تم مد فترة تصحيح بيانات بطاقات التموين حتى 8 نوفمبر المقبل على موقع إدارة دعم مصر، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الإنترنت عليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات. التقت الدكتورة صحة النصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب لمناقشة تكثيف التعاون بين الوزارتين في مجال ريادة الأعمال، واتفق الجانبان على طرح كافة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاستثمار والمتعلقة بالشباب على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب، وذلك لتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، والتي أطلقتها وزارة الاستثمار لدعم الشركات الناشئة وزيادة فرص العمل. أكد المهندس عمرو النصار وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه السفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج في الترويج للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من السفراء الجدد لزيادة التنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية. واستعرض الاجتماع خطة عمل وزارة التجارة لتنمية الصناعة وتعزيز الصادرات مع إعادة هيكلة الواردات القادمة من الخارج. استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المهندس أبو عبيدة محمد وزير الدولة السودانية المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، وذلك لبحث التعاون المشترك. وناقش الجانبان المشروعات التي تقام في السودان بواسطة شركة النصر العامة للمقاولات والتابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وأكد الجانب السوداني على تكثيف جهوده للانتظام في سداد مستحقات الشركة المصرية حتى تواصل العمل في المشروعات التي تقوم بها في السودان. ونتحول إلى مؤشرات البورصة المصرية التي تباين أداء مؤشراتها في منتصف التعاملات مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين العرب والمصريين، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى مستوى 754.8 مليار جنيه، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 20%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 6%. عقد مجلس الأعمال المصري اللبناني ندوة تحت عنوان الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية، حيث تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وجهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمار ودعم الأنشطة الصناعية والتجارية.
لمناقشة دور القطاع الخاص في مساندة أهداف وخطط التنمية الاقتصادية وأثارها على التنمية المجتمعية في مصر، نظمت الجمعية المصرية اللبنانية ندوة بعنوان الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية. لما بتيجي تشوف مصر قد إيه جاذبة للاستثمار لما تقارنها ما بين الدول العربية وخاصة المنطقة اللي حوالين لبنان، لا بتلاقي النهاردة مصر فيها فرص كويسة وفيها ميزة نسبية إنها في استقرار أمني كويس جدا. النهاردة الطاقة بقت متوفرة، كهرباء متوفرة، في النهاردة اكتفاء ذاتي من الغاز، فدي طبعا توفر الطاقة بتجذب أي استثمار النهاردة وخاصة في الصناعات المحتاجة طاقة. قانون الاستثمار خلال الفترة اللي فاتت حل جزء كبير جدا من المشكلات، ولكن هدف أساسي من المؤتمرات دي إن احنا نعمل عمليات تسويق كاملة وإن احنا نعرض الأفكار الجديدة والمشروعات الجديدة، عشان أنت في الآخر مش بس بتعمل قوانين ولكن أيضا بتعمل أسس لعمليات تطوير خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. واستعرضت الندوة الجهود التي تبذلها الدولة في خطتها للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، سعيا نحو تفعيل الشراكة بين كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد قومي يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. مصر جاذبة للاستثمار لكل العالم، خاصة أنه موقعها الجغرافي بيسمح على أنه تقدر تكون مثل ما بيقولوا في وسط المعمورة، قريبة من أوروبا، بقلب أفريقيا، قريبة لهذا، وعندها بروتوكولات مع 1,600,000,000 نسمة لتقدر أنت هالأسواق تستفيد من هالبروتوكولات. هذا وتسعى الجمعية في تعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بالفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات التي تقوم بها الدولة دعما للأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمار في مصر. وتعد الشراكة بين القطاع الخاص والدولة أحد أهم السبل لتنفيذ خطط التنمية المستدامة من خلال تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وعمل ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة. أحمد سعد الدين، النيل. تأتي أخبارنا الاقتصادية واستكمال البانوراما مع الزميلة غادة فاروق بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قتل 51 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب بغرب كينيا، وقال مسؤول في الشرطة إن الحادث أدى لاقتلاع سقف الحافلة. كانت الحافلة قد انطلقت من العاصمة نيروبي متوجهة إلى مدينة كاكاميغا وتقل 52 راكبا. يتجه الإعصار مايكل إلى سواحل ولاية فلوريدا في جنوب شرقي الولايات المتحدة بعد أن تحول إلى الفئة الرابعة وفقا لما أعلنه المركز الوطني للأعاصير، واصفا العاصفة بأنها شديدة الخطورة. من جانبه حذر حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت من أن الإعصار قد يجلب دمارا كاملا لأجزاء من الولاية الجنوبية، متوقعا أن يصل إلى الفئة الثالثة عند وصوله إلى الساحل. مزيد من القوة اكتسبها الإعصار مايكل بعد تصنيفه عاصفة من الفئة الثانية تصاحبها رياح عاتية تصل سرعتها إلى 100 ميل في الساعة، فيما حذر حاكم فلوريدا من أن الإعصار قد يجلب دمارا كاملا لأجزاء من الولاية الجنوبية. وتتجه العاصفة المتمركزة حاليا فوق خليج المكسيك إلى ساحل فلوريدا بسرعة 12 ميلا في الساعة، ويتوقع أن تصل إلى الساحل لتصاحبها أمطار غزيرة مهددة للحياة. مكتب حاكم فلوريدا ريك سكوت أصدر أوامر بالإخلاء الإلزامي للمنازل في مقاطعة بي التي تضم منتجع بنما البحري، إضافة إلى مناطق قريبة من مقاطعتي غولف وفرانكلين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق من جهته من مدينة أورلاندو حيث كان يلقي خطابا أمام جمعية عالمية لرؤساء الشرطة بالقول إن الحكومة الفيدرالية جاهزة، داعيا السكان إلى أن يكونوا مستعدين إلى الأسوأ. وشهد العام الماضي سلسلة من العواصف الكارثية التي ضربت غرب الأطلسي، ومن بينها إعصار إيرما وماريا والإعصار هارفي، وتسببت في خسائر قياسية وصلت إلى 125 مليار دولار عندما أدت إلى فيضانات في مدينة هيوستن. ولطالما حذر العلماء باستمرار من أن التغير المناخي العالمي
سيجعل الأعاصير أكثر تدميرا، فيما أكد بعض منهم أن تأثيرات هذا التغير المناخي أصبحت واضحة بالفعل. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم، ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. كولومبيا تطلق حملة لتوعية السائحين ضد مخاطر إطعام الحمام بميادين العاصمة بوغوتا. أهلا بكم مجددا. أطلقت السلطات الكولومبية حملة لتوعية السائحين ومنعهم من إطعام الحمام في أكبر وأشهر ميادين العاصمة بوغوتا، سعيا لإنقاص أعدادهم الغفيرة. الأسراب الضخمة من الحمام التي تحوم حول أشهر المواقع التاريخية في بوغوتا سعيا للحصول على الطعام أصبحت تشكل خطرا على صحة السكان وعلى المظهر الخارجي للمعالم الأثرية، نظرا لمخلفاتها العضوية التي تتناثر في كل مكان، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما يزيد عدد المتوافدين على تلك المزارات. ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. قبيل انطلاق القمة الثلاثية فكرية، الرئيس السيسي يعقد لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. شيخ الأزهر يؤكد في كلمته أمام مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان أن الإرهاب ليس صنيعة للإسلام أو الأديان، لكنه صنيعة سياسات عالمية جائرة. مقتل 13 داعشياً وسبعة من قوات سوريا الديمقراطية خلال معارك بدير الزور. نهاية النشرة، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.